السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم طلبة الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة من دليل التقويم هنحل اختبار على الوحدة الأولى جبر. إذا كان س وسبعة بتساوي ص تربيع وص، فإن س تساوي كام وص تساوي كام؟ ده إيه يا باشمهندسين؟ اسمه إيه ده؟ ده اسمه زوج، وده زوج. إمتى الزوجين بيساووا بعض؟ الزوج المرتب بيساوي بعضه يا أستاذ لما الخانة الأولى تبقى قد الأولى والتانية تبقى قد التانية. يبقى معنى الكلام إن الصاد بتساوي سبعة، الصاد بسبعة. طب بالنسبة للسين، السين بتساوي الصاد تربيع، سين بتساوي صاد أس اتنين، والصاد أنا مطلعها بسبعة، يبقى الناتج سبعة أس اتنين اللي هي بتساوي تسعة واربعين. إذا كانت س بتساوي المجموعة تلاتة وسالب خمسة، فإن س في س، س دي اسمها إيه؟ اسمها مجموعة. طب بتضرب مجموعة في مجموعة إزاي؟ الناتج يا أستاذ بيكون مجموعة وجواها زوج مرتب، تلاتة تروح للتلاتة، وكمان التلاتة تروح للسالب خمسة، والسالب خمسة تروح للتلاتة، والسالب خمسة تروح للسالب خمسة. اللي مش فاهم أنا عملت إيه تاني؟ هو عاوز يضرب المجموعة س في المجموعة س، يعني يا أستاذ عاوز يضرب المجموعة تلاتة وسالب خمسة في نفسها، في تلاتة وسالب خمسة. كنا بنمسك العنصر الأول نضربه في كله، بنمسك التلاتة مع التلاتة، والتلاتة مع السالب خمسة، والسالب خمسة مع التلاتة، والسالب خمسة مع السالب خمسة. طب هنا نفس اللي فاتت بالضبط، دي بنيجي يا أستاذ نقول له ده مجموعة وجواها زوج مرتب. ليه؟ عشان بضرب مجموعة في مجموعة، اتنين وواحد وتلاتة وواحد. إذا كان دالة س بتساوي س تربيع ناقص 2 س ناقص 4، فإن دالة 1 جذر 5 بكام؟ ناخدها دي نحسبها بره يا أستاذ. أدي أصل السؤال اللي هو دالة س بتساوي س تربيع ناقص 2 س ناقص 4. هو عاوز دالة 1 زائد جذر 5، يعني ايه؟ يعني بدل السين اللي موجودة وحط 1 زائد جذر 5. قلنا له يبقى هنا 1 زائد جذر 5 الكل أس 2، ناقص 2 في 1 زائد جذر 5 ناقص 4. أول خطوة عملتها بدلت كل س وحطيت 1 زائد جذر 5. نيجي للخطوة اللي بعد كده، التصفية. ازاي تفك قوس تربيع؟ فاكر كنا بنقول الاول أس 2 والاخير أس 2 موجب دايما، هنا شرط المنتصف اللي في النص موجب، الاول في الثاني في 2، 1 في 2 ب2 في جذر 5 ب2 جذر 5. السالب يخش يغير الإشارات، سالب 2 ناقص 2 جذر 5 ناقص 4. هنا يا أستاذ 2 جذر 5 ناقص 2 جذر 5 دول كده راحهم، جذر 5 أس 2 دي بخمسة، يبقى 1 زائد 5 6 ناقص 2 ناقص 4، يبقى الناتج 6 ناقص 6 بتساوي 0، يبقى الإجابة طلعت بتساوي 0. إذا كانت س جزء من ص، وعدد عناصر س في ص بستة، وأربعة تنتمي لس،
واحد وسبعة ينتمي لسين في صاد، فأكمل. السين فيها إيه؟ الصاد فيها إيه؟ سين في صاد فيهم إيه؟ أنت قلت يا أستاذ إن السين جزء من الصاد، ماشي، والسين فيها أربعة، والسين كمان فيها واحد، ليه؟ لأن الزوج ده بينتمي لسين في صاد، يعني الخانة الأولانية سين، وطالما السين جزء من الصاد يعني السين هي اللي عددها أقل، يبقى السين فيها أربعة وواحد، مش هنحط فيها أكتر من كده. طب إيه السبب؟ هو قال إن عدد عناصر سين في صاد ستة، يبقى أكيد يا أستاذ الستة دي لما جينا نفكها هي اتنين في تلاتة، السين فيها عنصرين يبقى أكيد الصاد فيها تلاتة. طب ليه ما حطناش يا أستاذ في السين تلات عناصر والصاد يبقى عنصرين؟ عشان السين جزء من صاد. طب ليه يا أستاذ ما قلناش إن الستة دي واحد في ستة؟ عشان هو قال السين فيها رقمين. والصاد فيها إيه؟ السين جزء من الصاد، يعني كل عناصر اللي موجودة في سين موجودة في صاد، وكمان من الزوج ده الصاد كان فيها سبعة. يبقى أنا عرفت السين فيها إيه؟ عرفت الصاد فيها إيه؟ طب تعالوا نضربهم. أربعة وواحد، أربعة وأربعة، أربعة وسبعة، بعد كده واحد وواحد، واحد وأربعة، واحد وسبعة. إذا كانت دالة دال من صاد لطا، حيث دالة سين بتساوي سين ناقص تلاتة أس اتنين، وكان دالة سين بتساوي سين ناقص تلاتة، فإن قيمة سين تساوي إيه؟ قلنا له يا أستاذ بسيطة، تعال نشيل دالة سين ونحط سين ناقص تلاتة، بتساوي سين ناقص تلاتة أس اتنين. هنا الناس مختلفين لحلين، ناس قالت احنا نفك القوس تربيع ونساوي المسألة بالصفر ونحلل، وناس قالت احنا نساوي السؤال بالصفر وناخد المشترك، وفي ناس تالتة حلها هيكون خطأ. اللي يقولوا ايه؟ طب ما ده سين ناقص تلاتة وده سين ناقص تلاتة نقسم عليهم، الحل ده خطأ يا شباب، ما ينفعش تقسم على مجهول في أي مسألة مهما تكون. طب هنتصرف ازاي يا أستاذ؟ نمشي ناخد الحلين اللي قلنا عليهم حل حل. الحل الأول واحد قال أنا هساوي السؤال بالصفر، س ناقص 3 أس 2 عدلها دي بإشارة مخالفة، ناقص س ناقص 3 بتساوي صفر. هناخد س ناقص 3 مشترك، اتبقى من هنا س ناقص 3، أنا خدت قوس من الاتنين دول اتبقى واحد، ولما خدت ده اتبقى واحد حفظ خانة، ومنها السين، السين دي بتساوي تلاتة، ومنها السين بتساوي أربعة، لأن دول سين ناقص أربعة، بنغير إشارة العدد تبقى السين بأربعة، أو خدها سويها بالصفر وطلع القيم. واحد تاني قال لأ، أنا كنت هفك القوس تربيع اللي هو الأول تربيع والأخير تربيع موجب إشارة المنتصف، الأول في التاني في اتنين، ستة سين بتساوي السين ناقص تلاتة، وبعد كده هسويها بالصفر، سين تربيع ناقص ستة سين زائد التسعة ناقص السين زائد التلاتة بتساوي صفر، عدى كل اللي هنا بإشارة مخالفة. بعد كده قال هجمع اللي زي بعضه، سين تربيع مالها ازاي، ناقص سبعة سين زائد اتناشر بتساوي صفر. هنحلل، سين في سين، الاتناشر التلاتة في أربعة، الأخير موجب، الاتنين بياخدوا المنتصف، ومنها السين بتلاتة ومنها السين بأربعة، يبقى أنا كده جبت قيمة سين، يبقى السين طلعت
بتساوي المجموعة 3 و4. إذا كان الط مجموعة الأعداد الطبيعية وكان ألف علاقة مع ب، تعني أن ألف في ب بتساوي 12 لكل ألف وب عدد طبيعي. اكتب بيان العلاقة. وإن كانت ألف علاقة مع التلاتة أوجد ألف. قلنا له يا أستاذ عشان يكون ده عدد طبيعي مثلا نعمل مجموعتين اتنين فيهم الأعداد الطبيعية. هنكتب الأعداد الطبيعية كلها اللي هي 0 و1 و2 و3 و4 و5 وهكذا. وكمان يا أستاذ هنكتبها كمان مرة 0 و1 و2 وهكذا. بيقول يا باش مهندسين ان تضرب ألف في ب يديك 12. ألف رقم هنا، ب رقم هنا، صفر في كم يديني 12؟ مفيش. واحد في كم يديني 12؟ الواحد في 12 يا أستاذ. 2 في كم تديني 12؟ 2 في 6. 3 في كام؟ في 4. 4 في كام؟ 4 في 3. 5 في كام؟ مفيش. 6 في كام؟ 6 في 2. 7 في كام؟ مفيش. 8 في كام؟ مفيش. 9 في كام؟ مفيش. 10 11 12 في 1 يا أستاذ. في حلول تانية؟ مفيش حلول تانية، هي دي كل الحلول الممكنة. يبقى بيان العلاقة بيساوي 1 و12، 2 و6، 3 و4، 4 و3، 6 و2، 12 و1. دي يا باش مهندسين بيان العلاقة. طب بيقول لك الألف علاقة مع إيه؟ يعني الصادات بتلاتة، السينات بكام؟ اللي الصادات فيها بتلاتة السينات فيها بأربعة. يبقى الألف علاقة مع التلاتة، يعني الأربعة هي اللي علاقة مع التلاتة، إذن ألف بتساوي أربعة. السؤال ده بيقول في الشكل المقابل إذا كان دالة سين بتساوي سين تربيع وكان ألف به جيم واو مربعا، أوجد إحداثيات النقاط ألف وب وجيم. قلنا له يا أستاذ أنت قلت إن ده مربع، الشكل ده كده مربع ماشي، هو الب واو في المربع اسمه إيه؟ مش اسمه قطر؟ القطر عامل إيه في الزاوية؟ أسمها يا أستاذ. يبقى كل واحدة بكام؟ الزاوية دي 45 ودي 45 كويس، ودي كانت زاوية قائمة أصلا، يبقى هنا دي كام؟ 45. طب ليه يا أستاذ احنا بنجيب الزوايا دي كده؟ علشان أقدر أقول لك إن لو نزلنا عمود من هنا، عمود كده على الأرض، هنقفل مثلث قائم. المثلث ده كده مثلث قائم في زاوية 45 بقى مثلث متساوي الساقين، يعني الساق دي قد دي. يبقى نقدر نقول إن الإحداث ده عبارة عن، لو قلنا طول الضلع هنا لام، المسافة دي لام، يبقى دي لام ولام زيها، لام والارتفاع ده لام زيها عشان المثلث متساوي الساقين كويس. روح شيل السين وحط لام، الصاد بكام؟ بلام تربيع. يبقى معنى كده ان اللام تربيع بتساوي لام، بما ان دالة سين بتساوي سين تربيع. والمنحنى يمر بالنقاط لام ولام، يبقى الصادات مكانها لام والسينات مكانها لام تربيع. هنساوي السؤال بالصفر، يبقى لام تربيع ناقص لام بيساوي صفر، ناخد لام مشترك، اتبقى لام ناقص واحد بتساوي صفر، ومنها اللام بصفر ومنها اللام بواحد. يبقى انا قدرت اجيب له ان قيمة لام بتساوي واحد. يبقى اذا احداثي الف عبارة عن 1 و1، وجيم دي في تماثل برضه، يبقى هنا
ده عبارة عن سالب واحد سينات وواحد صادات. ده يا شباب محور التماثل، يعني في تماثل على الخطين، دي واحد وواحد، دي سالب واحد وواحد. طب النقطة باء هيكون مصيرها ايه؟ يا أستاذ ما هو الأقطار متساوية في الطول، طول ده وحدتين يبقى طول ده وحدتين زيه، يبقى معنى كده ان باء صفر واتنين. يبقى دلوقت انا جبت احداثي الف وباء وجيم، عملت ايه تاني؟ قلت ان قطر المربع بيقسم الزاوية القائمة، دي 45 ودي 45، لان المربع كل زاوية من زواياه قائمة، يعني الزاوية دي كده قائمة في المربع. قلنا دي 45 دي 45، اتبقى مع الشبكة 45. المثلث ده مثلث متساوي الساقين، ليه؟ عشان انا نزلت عمود من النقطة دي على الارض، دي 45 دي 45 زيها، يعني مثلث متساوي الساقين. يبقى النقطة ديت مشيت كده سينات لام وطلعت لام، لان فرضت ان طول ضلع المربع لام، بقت النقطة دي لام ولام، عوضت في المعادلة عن السين بلام والصاد بلام، طلعت لام بتساوي لام تربيع، سويت بالصفر، ومنها اللام طلعت بتساوي واحد، والصفر مرفوض عشان الصفر ده نقطة الأصل. خدت واحد وواحد، قلت له ده تماثل زيه بس ده الاتجاه السالب لمحور سين، سالب واحد لواحد. قلت له ان القطر ده طوله باتنين، يبقى القطر ده طوله باتنين زيه، يبقى الاحداثي ده على محور صاد صفر واتنين. اذا كانت س بتساوي المجموعة واحد وصفر وسالب واحد، وكانت عين واحد علاقة المعكوس الجمعي، وعين اتنين علاقة المعكوس الضربي، وكانت عين بتساوي عين واحد تقاطع عين اتنين، وهل تكون عين دي دالة في س اللي هو الواحد كان علاقة مع السالب واحد، والصفر كان علاقة مع الصفر، والسالب واحد كان علاقة مع الواحد، دي علاقة المعكوس الجمعي. علاقة المعكوس الضربي دي كان الواحد علاقة مع الواحد، والسالب واحد علاقة مع السالب واحد. ماشي، هات العلاقة الأولى تقاطع العلاقة الثانية. العلاقة الأولى تقاطع العلاقة الثانية بتساوي فاي، هل تكون عين دالة في سين؟ يا أستاذ دي فاي مفيش حاجة، يبقى دي ليست دالة. إذا كان سين بتساوي المجموعة واحد وتلاتة وخمسة وسبعة وتسعة، وكانت عين علاقة على سين مبينة بالمخطط السهم المقابل، اكتب بيان عين وهل عين دالة ولماذا؟ كل رقم، تعالى نمسك كل رقم، ده خرج منه سهم، ده خرج منه سهم، بس خرج منه كمان سهم اهو يا استاذ، شفت دول؟ السهم ده والسهم ده خلل العلاقة ليست دالة، ودوت خرج منه سهم، وده خرج منه سهم، وده خرج منه سهم، المهم ان العلاقة ليست دالة. تعالى نكتب بيان عين. بيان العلاقة، بيان العلاقة الواحد راح للتسعة، والواحد راح للتلاتة، والتلاتة راحت للخمسة، والخمسة راحت للسبعة، والسبعة راحت للتسعة. هل العلاقة دالة؟ العلاقة ليست دالة. ليه؟ السبب لأن العنصر واحد له أكثر من صورة، العنصر واحد ليه أكثر من صورة، رايح للتلاتة ورايح للتسعة. أتمنى أن أكون فدتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.